السلام عليكم. اليوم نروحوا لولايه قسنطينه وبالضبط في المدينه الجديده نتاع علي منجلي لنتعرف عن هذا المول الجديد اللي تم افتتاحه وتدشينه من طرف والي ولايه قسنطينه. اذا نخليكم تتابعوا هذا الفيديو الكامل والشامل عن هذا الانجاز الهام، يعني انجاز مفيد كثير بالنسبه للعائلات الجزائريه وكذلك بالنسبه لتنظيم السوق بصفه عامه في الجزائر. لا بد تكون فيه من مثل هذه المساحات الكبيره اللي يعني تزيد في العروض للزوار والمواطنين، وكذلك فيه فضاءات للترفيه والالعاب للاطفال. نخليكم تتابعوا هذا الفيديو حول الموضوع والسلام عليكم. المشروعين والمتمثلان في اولا مركز للاعمال، مركز للاعمال بمدينه علي منجلي. هذه المدينه التي اصبحت قطب تجاري بامتياز. هذا المركز التجاري الذي يخلق الثروه وكذلك مناصب الشغل الدائمه، حيث هذا المشروع بحد ذاته يخلق اولا 400 منصب عمل دائم ومباشر، وكذلك من 200 منصب غير مباشر. اما على مستوى مدينه قسنطينه، هو من قسنطينة اللي تعرف نقص فيما يخص هياكل الترفيه. اليوم اشرفنا على وضع حيز الخدمة، هذه حديقة التسلية التي ابتداء من الغطول حتى تصرف الأبناء توعنا والعائلات على مستوى مدينة قسنطينة. وهذا المشروع اللي يخلق
200 منصب شغل دائم، وهناك بعض المناصب الغير مباشرة إن شاء الله. وبهذه الطريقة إن شاء الله وفي إطار دعم الاستثمار فيه مشاريع عديدة، وهذه مناسبة اللي أعطيتها لنشكر التلفزيون اللي أعطانا هذه المناسبة باش نتكلموا على رفع العلاقين للمستثمرين في إطار دعم ومرافقة المشاريع الاستثمارية. اليوم اللجنة بدأت الخرجات نتاعها من أجل تسليم رخص الاستثمار النهائية بعد صدور القانون المتعلق بالاستثمار. وقصتنا اليوم باسم راهي صبحت كما نقولوا ولاية معروفة ومثالية فيما يخص الاستثمار، خاصة فيما يخص أولا إنجاز حظائر الصناعية وكذلك مناطق نشاطات على مستوى كل البلديات لهذه المناطق وكذلك الحظائر الصناعية. قدرنا نوفر أكثر من 1000 قطعة أرضية مخصصة لاستيطان المشاريع الاستثمارية.